البرنامج، هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟ لا تشترط الطهارة فيما يتعلق بالرجل أو للمرأة في حال السعي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت، فنهى عن الطواف لأنه يلزم في حال الطواف الطهارة، ولذلك المرأة أيضا إذا حاضت وهي في حجها يجوز لها أن تسعى، وأيضا إذا مثلا طافت بالبيت طافت وهي على طهارتها وبعد أن انتهت من الطواف حصل لها أن نزل الحيض أو الرجل أحدث بعد الطواف فلا حرج لو أنه سعى ولو كان قد أحدث، وأيضا المرأة ولو كانت قد حصل لها أن نزل عليها الحيض فتكمل العمرة وتسعى وتقص وعمرتها